رحلة الإبل من السهل إلى الجبل عبر الأودية في محافظة ظفار تعرف بخطيل الإبل الذي يأتي في الربيع الذي يعرف محليا بالصرب، حيث تشرق الشمس ويتوقف المطر على الجبال، وهي مناسبة سنوية يعقد فيها أصحاب الشورى من مالكي قطعان الإبل اجتماعا يتم فيه تحديد اليوم الذي تتحرك فيه الإبل جماعيا من الجربيب إذانا بانتهاء موسم الأمطار أو الخريف. الحقيقة خطال الإبر هذا معروف، هذا يأتي بعد نهاية المطر تقريبا في شهر 9 تقريبا أو نهاية شهر 8 عادة، إذا كان فيه خريف طويل يمتد شوية لثلاثة شهور، وإذا كان الخريف قصير شوية هو يرتبط عادة بإيش بانقشاع السحب والمطر من جبال ظفار. بهذا يكون أصحاب الإبل خاصة اللي هم يعتبروها مناسبة غير عادية اللي هي خطال الإبل في الأودية، مثلا في وادي دربات أو في وادي نحيز أو في أي من أودية ظفار يعني، قبل هذا الوقت يعقد أصحاب الشورى في الرعاة أصحاب الإبل الحقيقة يعملوا اتحاد إن ما حد يتخطى حد، يعتبروها عبارة عن إذا أنت تخطيتك أنا صاحب اللي بتخطي في هذا الوادي فخلاص أعتبر إني أنا سرحت الوادي أخذتها يعني، فهم كل واحد له اتجاه مثلا ويعملوا لهم اتحاد معروف، وكل واحد يطلعوا في اللي كانوا في القطن في الجوانب النقدية للمحافظة ينزلوا في وقت معين، واللي كانوا في السهل في الجربيب يطلعوا في وقت معين. هذه المناسبة في يعني أو هذه التظاهرة مثل ما تقول الشعبية اللي يمتزج فيها الفنون، تمتزج فيها الليالي الجميلة من نانا ومشعير ودبرارت حقيقة في هذه الأودية أثناء خطل الإبل. سنويا تبقى الإبل في المحافظة في السهل وادي نحيز لمدة 3 أشهر فصل الخريف، حيث إن الأمطار التي في الجبل لا تستطيع الإبل أبدا بتاتا الطلوع إلى المنطقة، فتبقى الإبل في السهل. بعد انتهاء فصل الخريف تطلع الإبل إلى وادي نحيز، طبعا هذا الفصل يسمى فصل الصرب محليا، وهذه الإبل تجزأ إلى أقسام، حيث إنه القسم اللي هو بيتقدم اللي هو الإبل التي ليس لديها يعني صغار، هؤلاء يقدموها في الصباح، ومن ثم تأتي مجاميع الإبل المتبقية كمجاميع بحيث أن الوادي من بداية الوادي تقريبا الطريق فيها نوع ما من الصعوبة، وتستمر هذه تقريبا إلين وصولها إلى وادي نحيز. Ooh. Ooh. Yeah.
إلى جانب اللغة العربية يتحدث سكان جبال ظفار اللغة المهرية واللغة الجبالية أو الشحرية، إحدى فروع اللغة العربية الحميرية الجنوبية الحية في المنطقة، وهي لغة التخاطب والفن والأدب والشعر في الجبال، وتعتبر امتداداً للغة العربية الجنوبية القديمة. إذا يلمتي تقار مكوتي تنزيز بيالنز إنيتي تعاني ميتاز بين حنودي خيطل ديل وكوتي بمداش سيد برهيل أن يل بنحط بريطها بودي بحلون أحزيز بنتي بيتقولوا تير دو بس بريط بيل نيرو نيرو تصير تحط في حلكم يوم مجال يحل أن يو تعدوز إنا حبا حوز انداك عطبا نيرو نيرو طير أرخبرا صافيت لكن بغير بدا عليل أبير زي خير زابر كريس لكم مجال شعراكم مكين مدين عيسا مكين صافيت عيسا لك دور دين وطح أشعار أشعار يكين هي يكين هيبة عند آخر يكين هيبة نتبغى جنفات غاية بغض خلفنينة ناصن برغى هيبة تغى زابر توكين بكاد مزين عيسى كيدوم هيبة تكين الفانوس تكين المساجد تكين هيرو تيارت ناصن الحمد لله برلي تات برغى رمينيس. عند وصول الإبل السارحة إلى الجبال تقام الفنون والسمرات والمناسبات الاجتماعية لمدة 3 ليال، يتزين فيها النساء والأطفال بأجمل الحلي وقصات الضفائر مع اللباس الضفاري المعروف بالطاقة، وهو ثوب نيلي اللون فضفاض يضفي عليه الذيل خاصية الخيلاء والجمال.
حين تدنو ساعة الأصيل ويقف قرص الشمس وقفة الوداع على قمة الجبل، تنتثر أشعته الذهبية وتتساقط من بين فجوات الأغصان كأنها الدنانير المبعثرة. ويستقر أهل الإبل في واديهم الأثير نحيز بعد رحلة طويلة، يتبادلون الحديث عن موسمهم وتفاصيله الكثيرة، محتفين بمن رافقهم مع إبلهم الأصائل إلى مساكنهم الدائمة في الجبال. الله يبارك حتى الخرفة، يبارك حتى الخرفة، يبارك حتى الخرفة، الله يبارك حتى الخرفة. حاجه انا رحمت كي دير اش ما تنساش لي زعورك احمد لي كلش عجب سير بدا عجب ساكن من حديدك مزي لا اشتغل بير بوت هدرا كي ترتين تاع الخدمه ديال كالسي درحين تبقى حياة الناس في جبال ظفار اليوم ضاربة بجذورها عبر التاريخ، محتفظة بالمشاهد الحية التي كتب عنها الرحالة في الجزيرة العربية، عن الإنسان والأرض والخيال والحقيقة.